ثاني، لكن خل اخذ اول اتصال وبعدها ان شاء الله راح اتطرق الى موضوع البيان. اول اتصال ابدا مع اخوي سالم. صبحك الله بالخير. الو، هلا اخوي سالم. معك طال عمرك. تفضل طال عمرك. صبحك الله بالخير وسعيد. صبحك الله بالنور وعلى ضيوفك الموجودين. حياك الله. ما مرات نحب انت على قولتهم مداعبه خفيفه. اليوم احنا طال عمرك قاعدين نشوف ان الاتحاد ياخذ كاس السوبر ومتصدر الدوري، ونشوف الهلال بأسوأ احواله يلعب نهائي كاس العالم، لكن النصر السعودي قاعد يحتفلون بعيد ميلاد كريستيانو رونالدو. يعني ما انا مستغرب دفع الاموال ودفع الامور، الناس قاعد تصعد بدون بغافات، بدون محترفين وبدون دفع مالي، والنصر السعودي دفع مال وعلى قولتهم طفل مدلل لدى المسؤولين واخرتها يحتفل بعيد ميلاد كريستيانو رونالدو. يعني ابو سعيد انا لازم تعيد النظر في تشجيعك النادي النصر. لا ما اعيد النظر والله، لازم تعيد المساله. قاعدين نشوف احنا يعني في دفع مالي، يعني زخ مالي ولا توصل الاشياء، والهلال بس واحواله يلعب كاس شو اسمه نهائي كاس العالم، والاتحاد كاس السوبر وينافس على الدوري بدون ولا وبإيقافات، يعني بدون تعاقدات وبنالتيات وطرد. كمل. لا بدون بنالتيات. هذا بعد شو بدون بنالتيات؟ بنالتيين وطرد. واضح يا ابو سعيد، في فار وفي امور. لا بس لازم تعيد النظر ابو سعيد.